السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تيشيرتك مع دكتور لطفي احمد. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حاجة مهمة جدا 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 وكلكم هتتعرضوا ليها، وخاصة في الوقت اللي احنا فيه ده، حاجة بنتعرض ليها كل سنة. هنتكلم في فيديو النهاردة عن ايه هو الاكل اللي لازم القط ياكله في الصيف ويفضل ان هو يزود منه، مش يعتمد على اعتماد اساسي، لان طبعا هيبقى ليه اضرار هقولها من خلال فيديو النهاردة. لازم كلنا نبقى متفقين ان عندنا نوعين من القطط، عندنا قطط ذو شعر كثيف وقطط ذو شعر قصير. انهي فيهم هيبقى اكثر احترارا او اكثر احساس بالحرارة؟ لان ممكن يبقى عرضة للاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هتكلم فيه بالتفصيل في الفيديو التاني ان شاء الله من بارت تربية القطط في الصيف. فيديو النهاردة هتكلم بالتفصيل عن الاكل، بس لازم الاول ادي مقدمة عن فصل الصيف. فصل الصيف زي ما احنا كلنا عارفين ان بيتميز بارتفاع درجات الحرارة العالية. فالقطط نوعين زي ما قلت، قطط ذو شعر كثيف وقطط ذو شعر قصير. الاكثر احساسا بالحرارة واللي ممكن يبقى عرضة للاحتباس الحراري هم القطط ذو الشعر الكثيف، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. وهو ده فيديو النهاردة، فيديو النهاردة لازم تنتبه ليه، واي مربي لازم ياخد باله من اللي انا هقوله دلوقتي علشان صحة القط ولا ما نوصلش لحتة الاحتباس الحراري. اول حاجة لازم نبقى عارفين ان احنا نأكل القط الاكل اللي فيه كمية سوائل كتير. كمية سوائل كتير اقول لك ما احنا في فصل الصيف القطط المفروض ترطب جسمها خارجيا وترطب جسمها داخليا. طب خارجيا دي احنا عارفينها، الاستحمام، وهقول لكم بالتفصيل في فيديو تاني برضو عن الاستحمام بتاع القطط فصل الصيف. فيديو النهاردة مش هدخل في تفاصيل كتير علشان ابقى مركز في موضوع فيديو النهاردة اللي هو الاكل. يبقى الترطيب الخارجي مش هنتكلم فيه في فيديو النهاردة، الترطيب الداخلي هو اللي احنا هنتكلم فيه. المفروض ان انت تزود السوائل اللي داخل القط بتاعك علشان تزود الاحساس بالترطيب اللي في جسمه. ازاي؟ رقم واحد انك تزود كمية المية اللي بيشربها. كمية المية لازم ولابد تزيد، بدل ما كان بيشرب طبق في اليوم لا نخليهم طبق ونص وطبقين، علشان وخاصة في الايام شديدة الحرارة لا قدر الله ممكن القط يجيله جفاف وممكن القط يجيله احتباس حراري، وطبعا الاحتباس الحراري لو ما تلحقش بدري لا قدر الله ممكن يخلي القط يموت. يبقى رقم واحد لازم ولابد ننزل او نزود كمية المية امام القط، ده رقم واحد. رقم اتنين، ده قبل ما انقل على رقم اتنين في برضو نقطة في رقم واحد، ان القطط الحامل المفروض تشرب كمية مية اكبر، لان عملية انتاج اللبن في الرضاعة مهمة جدا جدا وبتحتاج كمية مية زيادة. فلو القطة ما اخدتش كمية كافية من المية اللبن مش هينتج، وهتلاقي ان حصل ضعف في انتاج اللبن عندها، وبالتالي هتروح للدكتور تقول له القطة يا دكتور مش بتنزل لبن للكتن بتوعها. السبب هو قلة شرب المية. يبقى اول سبب او اول حاجة معانا لازم ناخد بالنا منها في فصل الصيف هو ان احنا نشرب مية كويس جدا جدا للقطط. ندخل بقى على تاني حاجة والمهم وموضوع فيديو النهاردة، الاكل. الاكل لازم ولابد يكون فيه سوائل بكميات كبيرة. طب ايه هو الاكل اللي فيه سوائل بكميات كبيرة؟ الخضار زي الكوسة. الكوسة من اكتر الخضار اللي فيه كمية سوائل كتيرة جدا، فلازم القط تتضاف له في وجبته الغذائية ايا يكن، فطار غدا عشاء، ايا يكن من التلات وجبات دول لازم الكوسة تدخل فيهم، ده لازم ولابد، لان الكوسة فيها محتوى مائي كويس جدا جدا جدا. يبقى الخضار دي اول حاجة لازم نحطها في الاكل بتاعه. طيب هل في اكل تاني؟ انا بتكلم عن الاكل اللي بيبقى فيه كمية مية كتيرة جدا جدا، يعني الكوسة من اكتر انواع الخضار اللي فيه كمية مية كتير علشان كده ذكرته. طب في انواع فاكهة مصرح ان القطط تاكلها وفيها كمية مية؟ ودي بقى اللي هتبقى مفاجأة عند بعض المربيين. البطيخ من اكتر الوجبات او من اكتر الاكلات اللي مصرح ان القطط تاكلها. البطيخ فيه نسبة مية 92%، اي ما كانش اكتر، يعني 92% من الحاجة اللي القط بياكلها مية. تخيل لما القط يدخل جسمه 92% مية وهو اصلا بياكل اكل، دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. رقم واحد هتساعد في ترطيب جسمه، ده رقم واحد، وهتقلل احساسه بالحرارة. رقم اتنين هتساعد في الانشطة الحيوية بتاعت جسمه بدرجة كبيرة جدا. رقم تلاتة بالنسبة للقطط الحامل هتساعد على ادرار اللبن بكميات كبيرة، لان اللبن انتاجه محتاج كمية مية كبيرة علشان ينتج. يبقى رقم واحد لازم ان احنا نزود كمية المية قدام القط.
مصرح ان هي تكون بارده شويه لكن مش بارده قوي. يعني ممكن لو في ايام البرد الشديد ممكن ان احنا ننصص كميه الميه، يعني نحط كميه ميه من الحنفيه عادي او ميه سخنه، والنص التاني ميه تكون بارده شويه علشان الاتنين يتعادلوا وتبقى ميه ملطفه للجسم. رقم 2 هو ان احنا ناكل الاكل اللي فيه كميه سوائل كتير. رقم 1 الكوسه، ورقم 2 البطيخ. وطبعا الاكل لازم يكون فيه زي ما بيقول حدود، يعني ما اقولش الكوسه يا دكتور بتزود سوائل فانا اعتمد الثلاث وجبات على الكوسه. لا طبعا، انت لو اعتمدت على الثلاث وجبات كوسه هتلاقي ان القط جاله اسهال، واسهال شديد ممكن لا قدر الله يحصل له جفاف، بدل اصلا ما احنا حابين نمنع الجفاف، لا ده احنا هنعمل له جفاف نتيجه الاسهال الشديد اللي هيعمله نتيجه اكل الكوسه بكميات كبيره. ده رقم 1. رقم 2 البطيخ، ما ننساش ان البطيخ فيه نسبه سكر، والسكر مش كويس علشان القطط، فكل حاجه في حدود وبكميات معقوله كويسه، انما الحاجه ما تزيدش يعني الحد الطبيعي علشان ما تقلبش للضد وتبقى مش كويسه. طيب ده كده بالنسبه للاكل اللي القطط لازم تاكله او لازم حضرتك تضيفه في وسط الوجبه الغذائيه. هل في اكل تاني؟ الاكل الطبيعي خالص. طيب قبل ما اقول الاكل الطبيعي لازم برضه اقول ان في اكل ممكن ان احنا نقدمه للقط، وحابب برضه انوه عن حاجه كمان، ان مش شرط القط يشرب ميه صافيه علشان نقدر نقول ان القط بتاعي مش بيشرب ميه. ازاي؟ يعني لو كان القط بتاعك بياكل كوسه بكميات كبيره وبياكل بطيخ بكميات كبيره، فدول كفيلين ان هم يغنوه عن كميه الميه اللي المفروض يشربها في اليوم، فما تقلقش لما تلاقي القط بتاعك بياكل الوجبتين دول فيهم كميه ميه كبيره ومش بيشرب. لا، هو كده معوض كميه السوائل اللي المفروض ياخدها عن طريق الاكل، علشان في ناس كتير مش فاهمه النقطه دي. النقطة ان القط ممكن يعوض كمية السوائل اللي المفروض تدخله عن طريق الشرب بيعوضها عن طريق الاكل، فهنا مش شرط الشرب خالص. طيب دي نقطة. النقطة التانية اللي حابب اتكلم فيها ان مش شرط القط يشرب مية صافية علشان ياخد كمية السوائل اللي هو محتاج، ممكن يشرب شوربة، ممكن يشرب مرقة. انا قلت ليه شوربة وقلت ليه مرقة؟ الاتنين واحد بالنسبة لي. ازاي؟ يعني المفروض يبقى السلق بتاع الفراخ او السلق بتاع اللحمة فقط لا غير، بدون اي اضافات، بدون ملح، بدون فلفل اسمر، بدون بصل، بدون ثوم، بدون اي اضافات، يا دوب سلق اللحمة او الفراخ. انا قلت شوربة لان المصريين بيقولوا شوربة، وقلت مرقة لان الدول الخارج مصر مش بتقول شوربه بتقول مرقه. فالاثنين عامه ايا يكن المسمى عند حضراتكم ايه، لازم يكون الشوربه بدون اي اضافات، بدون اي اضافات، يا دوب سلق الفراخ او اللحمه فقط لا غير. طيب يبقى احنا كده اتكلمت في كذا نقطه في فيديو النهارده، اتكلمت عن ان احنا نزود كميه الميه، اتكلمت عن القط لازم ياكل اكل فيه كميه سوائل كتيره، واتكلمت كمان عن الشرب او الشوربه او المرقه اللي القط لازم يشربها، وقلت ان المفروض او ما تقلقش لما تلاقي القط بتاعك بياكل كميات كبيره من الاكل اللي انا لسه قايل دلوقتي فيه سوائل كتير ومش بيشرب ميه، ده معوض ده. طيب في اكل تاني يا دكتور القط ممكن ياكله في الصيف؟ هقول لك الاكل الطبيعي خالص، يقدر ياكل بطاطس، يقدر ياكل كوسه، يقدر ياكل جزر، يقدر ياكل فراخ، لحمه، بيض، جبنه قريش، جبنه نستو، زبادي خالي من الدسم، لبن خالي من اللاكتوز، مكرونه، رز، شوفان، فول، بودين قشر. الاكل ده كله كويس جدا جدا للقط، لكن طبعا بكميات معتدله زي ما حضراتكم عارفين، ونحاول ان احنا ننظم الوجبه الغذائيه. دي اول فيديو في سلسله تربيه القطط في الصيف، يا رب يكون عجبكم، وعلشان اكمل باقي السلسله يا ريت نحط لايك دلوقتي علشان الدعم، ونشير الفيديو دي اهم حاجه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معكم انا دكتور لطفي احمد.